ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على التوقعات الكامله والتفصيليه لاصحاب برج الجدي. برج الجدي عندكم شهر هيكون تقلبات، يعني في حاجات هتكون رائعه جدا 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 وامتيازات حلوه قوي وهتخليكم تكونوا قد ايه مبسوطين، وحاجات هتكون متعبه لاصحاب برج الجدي. ممكن تكون مشاكل اجتماعيه او مشاكل خاصه بالعاطفه، شويه بعدم التفكير، حاجات زي كده. خلونا نتكلم في الاول على الوضع العملي، لان من ناحيه العمليه الوضع هيبدا يتحسن كتير جدا عند اصحاب برج الجدي. هيبدا ان انتوا تستقروا في العمل، لان كتير من اصحاب برج الجدي الفتره اللي فاتت كان عندهم مش استقرار، يعني ما كانش عندهم استقرار، حتى كمان استقرار ذاتي، يعني هم نفسهم ما كانوش عايزين يكملوا، او هم مخنوقين متضايقين من اصدقاء العمل، من مديرين، من العمل نفسه او طبع العمل نفسه يعني. فانتوا حاسين ان الفتره اللي بتاعت شهر اكتوبر، من بدايه شهر اكتوبر، ان الوضع معاكم بدا ان هو يتحسن. لا، احنا عايزين نكمل، عايزين نعمل حاجه لنفسنا، اسم لنفسنا، حاجه لنفسنا. كتير كمان من اصحاب برج الجدي بيفكر ان هو يعمل مشروع خاص، وانا بنصحك جدا انك تعمل مشروع خاص، لكن على اخر شهر اكتوبر، يعني ما تبداش فيه من دلوقتي، لان انت حاليا متوتر قوي، وكمان الدعم من الاهل ممكن يكون منخفض عندك، لان في مشاكل خاصة مع الاهل وبعض من الاصدقاء، وفي مشاكل برضو مع الحبيب من مع ابراج معينة. يعني مش كل برج الجدي اللي بيمر بمشاكل عاطفية، بالعكس، في ناس عندهم اجواء رومانسية هايلة جدا الفترة اللي جاية. بس عامة خلونا نكمل موضوع العمل. فالوضع من ناحية العملية هيكون أكثر استقرارا. كمان عندنا في مكافآت من الناحية العملية، وفي انتقال، يعني انتقال من قسم لقسم، أو في ترقيات هتحسوا بده جدا جدا، هيكون على تاني أسبوع أو النص التاني من شهر أكتوبر. هنحس بالتغيير ده من على تاني أسبوع، ممكن يكون من على يوم 10 أو 11 يبدأ في عندنا تغيير. كمان عايزة أتكلم على الناحية المادية لأصحاب برج الجدي. من الناحية المادية الوضع يبدأ أنه يتحسن، في ارباح ماديه، بدانا ان احنا نظبط حل ماديا، بدانا ان احنا نكون نعرف نحوش، يعني نعرف نشيل فلوس، ما نكونش مصرفين، ما نكونش يعني بنصرف في حاجات ممكن تكون مش الاولويات بالنسبه لنا. لا، بقينا ان احنا نعرف نعمل الاولويات عندنا، بقينا اكثر تفكير في نطاق العمل وماديا، احنا كده بقينا مرستقين دماغنا وعارفين نفهم نفسنا من الناحية العملية والمادية. لكن الوضع العاطفي مش عارفين نفهم نفسنا لحد دلوقتي. الوضع شوية زي ما قلت في التوقعات السريعة، ان احنا عندنا قلق وتوتر. بعض من اصحاب برج الجدي عندهم مشاكل مع بعض الابراج اللي مش هيكون في تفاهم ما بينهم وما بين بعض خلال الشهر ده. هما الاثنين عندهم انتقاد لبعض كبير جدا، يعني برج الجدي مع اللي من العيله بتاعته، برج العذراء مع برج العقرب من الابراج المائيه، مع الابراج الناريه برج الحمل، برج الاسد، برج الاسد اكثرهم، وبعد كده برج الحمل. الابراج الناريه نقدر نقول ان هي ما فيهاش تفاهم شويه مع الابراج برج الجدي. يعني اولهم طبعا الاسد، ده اكبر مشكله مع اصحاب برج الجدي الفتره دي، مع ان هم بيتفاهموا مع بعض على فكره، يعني في نسبه تفاهم حلوه مع بعض، لكن الفتره دي هم الاثنين في تنافر ما بينهم. يعني لو في حتى كمان حد عايز يرجع لاصحاب برج الاسد، ما انصحكوش الفتره دي، يعني خلينا ناجلها شويه. ده العقرب من الابراج المائيه، من الابراج الترابيه هيكون برج العذراء، برج الاسد من الابراج الناريه، من الابراج الهوائيه هيكون برج الميزان. فهيكون في توتر ما بين الابراج دي بشكل شويه مش فاهمينه، احنا مش فاهمين نفسنا. يمكن انتوا يا اصحاب برج الجدي اللي عايزين ترجعوا وبتسالوا نفسكم كتير، احنا عملنا ايه لده كل ده؟ يعني احنا ايه كان سبب المشاكل؟ ايه كان سبب الانفصال؟ احنا اتكلمنا دخلنا على المنفصلين وعلى الرجوع. فبتسالوا نفسكم كتير على ده، ورغم ان انتوا بتفكروا في الماضي كتير قوي، انا مش عارفه ليه، يعني اكتر برج الجدي بيفكر في الماضي، مازال بيفكر في الماضي ومازال متعلق بالماضي. ده كله هيكون مسبب لمشاكل كتيره بالنسبه لكم، يعني انا نفسي ان انا اخليكم تخرجوا من الماضي باي شكل. بعض من برج الجدي، ودي قله بقى، اللي عندهم في رومانسيه، في حب، في سعاده، عايشين في لا تغيير، واكثرهم هم العشريه الثالثه من اصحاب برج الجدي اللي عندهم التغيير ده، حاسين ان هم في تفاهم اكثرهم مع الابراج اللي برج الجدي وبرج الثور، في تفاهم شويه الفتره اللي جايه، على الرغم ان كان في خلافات الفتره اللي فاتت، لكن عندهم لا في رومانسيه
بقى اكثر تفاهم، بقى عايزين مستقبل لنفسهم، هما الاثنين بقوا يخططوا المستقبل لنفسهم. الجدي والثور من الابراج الترابيه، من الابراج المائيه هيكون برج السرطان اكثرهم، من الابراج الابراج الهوائيه هيكون برج الدلو، متفاهم جدا مع الجدي الفتره دي. كمان من الابراج الناريه، قلنا الابراج الناريه هيكون اكثرهم تفاهم مع برج القوس. برج القوس هيكون في حب، يعني في رومانسيه عنده مشعلله مع الجدي، فهيقدر ان هو يغطي على برج الجدي. هما دي اكثر الابراج اللي هيكون فيها تفاهم وفيها رجوع الفتره اللي جايه. كمان في عند برج الجدي هنلاقي فيه ان هما مشتاقين للحب، عايزين حب، عايزين رومانسيه، عايزين نعيش اجواء حلوه، عايزين نكون في مع الشريك، عايزين نحس بامان، عايزين. فكتير من اصحاب برج الجدي عايزين ده جدا. برج الجدي فيه خلافات مع الشريك، حاسين بعدم الارتياح في بعض منكم برضو، عشان كده بقول ان برج الجدي على قد ما هو في نجاحات حلوه وتغيرات ايجابيه، على قد ما الوضع العاطفي منكم مش مستقر. يعني كل حد منكم بحاجه شكل، ما عندكمش استقرار، ما فيش استقرار، متغيرين ومديين جدا جدا في موضوع العاطفه، حاسين ان انتوا مش الحب الكامل بالنسبه للشريك. يعني في منكم بعضكم برضو حاسس بده جدا، حاسين بتوتر وقلق من انتوا مش مالين دماغ الشريك بشكل كامل، مش مالين عينه بشكل كامل، مع ان ده ممكن يكون احساس كاذب عندكم بسبب ان انتوا يعني الماضي مأثر عليكم لسه. يعني الناس اللي عندها توتر وقلق من ناحية الحب والعاطفة ده لسه بيفكروا في الماضي ولسه خايفين من الماضي وحاسين ان ممكن يكون مستقبلهم زي الماضي. لا، انه الماضي تماما، ما تفكروش في الماضي، خلينا نفكر في الجديد. الجديد هيكون جاي بشيء مختلف جدا. ونصيحتي لاصحاب برج الجدي، ما ترجعوش للماضي ولا تفكروا في الماضي، ولو حصل الرجوع ما ترجعوش. يعني حتى لو انتوا عايزين ترجعوا، المستقبل بالنسبه لكم احسن بكتير، عندكم مفاجآت وعندكم مستقبل رائع جدا. في من ناحيه بقى للمفاجآت اللي هتحصل لاصحاب برج الجدي، في حب هيجي، في حب وسعاده هتكون على اخر شهر اكتوبر. في حب، في سعاده، في اجواء رومانسيه، حاسين ان في حد بيحوم حواليكوا، بيسال عليكوا كتير، بيحاول ان هو يتكلم معاكوا، يفتح معاكوا مجالات في الكلام عشان بس يتكلم معاكوا، عشان يجر كلام معاكوا، وده انتوا حاسينه جدا. عايزه اقول لكم ما يبلاش ان احنا نكون متنشنين، يعني ما نقفلش الحديث معاه، ما نخلوش يحس ان احنا مش عايزينه، لان اصحاب برج الجدي كتير منهم بيحسسوا اللي قدامهم ان هم نعم، وده بيكون رد فعلهم ووشهم بيبقى كده، مع ان هم من جواهم عايزين جدا الحب ده ومعجبين جدا بيك او معجبين جدا بيكي، لكن هو بيبان عليه كده، هو بيبان عليه عكس اللي جواه جدا، هو ما بيعرفش يعبر بشكل كامل في البدايه فقط، لكن بعد كده هيسي، هتلاقيه شخص رومانسي جدا او شخصيه رومانسيه جدا، يعني هم رومانسيين، لكن في بدايتهم بيكونوا مش عارفين يتعاملوا، مشكلتهم بس في النقطه دي. اما بقى جاي لكم حب بيحوم حواليكم، فارجوكم ان احنا نبان ان احنا بنفتح مجالات وان احنا كويسين ونستمتع، خلينا نكون متفائلين بالحياة ونستمتع، يا ريت ان احنا نتفائل بالحياة وننسى الماضي ونفكر في المستقبل فقط، نعمل اهداف ونعمل حياة لنفسنا، نجذب الحظ لينا، احنا اللي قادرين ان احنا نجذب الحظ، وقادرين ان احنا نكون متفائلين جدا، وقادرين ان احنا نكون عندنا مفاجآت وعندنا حياة نستمتع بيها، احنا نقدر نعمل ده. في ان احنا يعني السبب بان احنا نتفائل، وان احنا كمان ما بلاش نربط التفاصيل ببعض، احنا مش قاعدين يا اصحاب برج الجدي على ان احنا نربط التفاصيل ببعض ونخنق نفسنا. التفاصيل لما نيجي نربط التفاصيل ببعض، نربط الماضي بالحاضر، باللي حصل امبارح، باللي حصل من شويه، كل ده بيدخلنا في متاهات، بيدخلنا في متاهات وبيتعبنا جدا نفسيا، احنا اللي بنتعب نفسنا يا اصحاب برج الجدي، خلينا نكون صريحين جدا مع نفسنا. انا مش بقول كده عشان مثلا في طار ما بيني وما بين برج الجدي، بالعكس انا بحب جدا اصحاب برج الجدي، عندي منهم اتنين صحاب بعشقهم عامه، فخلينا ان احنا نبعد التفاصيل عن بعض، يعني ما نركزش في التفاصيل قوي، خلينا كده مشينها بركاوي، يعني احنا عندنا في مصر كده بنقولها بركاوي، اللي هو ايه، سيبها على الله، يعني امشي كده واعمل اللي عليك وسيبها على الله، اسعى وسيبها على ربنا. فده هيخلينا ان احنا نكون
متفائلين اكتر، سعد اكتر، ما بنشيلش هم الحياه، لان الشيل الهم ده بيتعبنا نفسيا جدا. فخلينا ان احنا نكون عندنا تفاؤل اكتر ونسيب على ربنا ونكون متفائلين، لكن عندنا نسعى بس ونعمل طموح لنفسنا ونوصل لطموحنا بشكل كبير جدا. كمان من الوضع العاطفي ان خلينا ايه اللي هو يعني نحب ونستمتع وندي فرصه للرومانسيه، وما نخنقش الشريك اللي معانا ولا نحاول نديله فرصه ان هو يخنقنا. اما بقى من الناحيه الاجتماعيه نخلي بالنا قوي قوي، يعني النقطه الاولى في اجتماعيه بس، عندنا صداقات حلوه قوي، عايز اقول كده عندنا صداقات حلوه قوي هنتعرف عليها جديد، هيدعمونا قوي، هيقفوا معانا جدا، هيبقى ما هنصدق نلاقي صداقه تقف معانا، وحب يعني حب اللي هو الاخوات يعني ده، فهنلاقيه جدا جدا الفتره اللي جايه. لكن عندنا مشاكل خاصه بالحسد والسحر والكلام اللي هو المقرف ده من العائله، ويا اللي ساكن في بيت عائله، يعني اللي ساكن في منزل عائلي اهل مع بعض كتير قوي قوي، نحرص كويس جدا جدا ونستعمل طرق التحسين باقصى قدره، يعني لان ده ممكن يعمل لنا وقف كبير قوي في حياه، في حاجات عاطفيه، وقف في الحياه العمليه، وقف في مشاكل كتيره جدا، وده كتير بيمر بيه برج الجدي الفترات اللي فاتت، لكن اكترها الفتره اللي جايه كمان. اما من الناحيه الصحيه، من ناحيه النفسيه، الصحه النفسيه في بعض المشاكل، لان التوتر مع العائله، ضغط عائلي، خلافات عائليه موجوده، ده هيخلي هو عدم التفاهم مع العائله، العائله هي اللي مش فاهمانا كويس، يعني العيب مش منكم انتوا يا اصحاب برج الجدي. ودي يمكن قلتها في التوقعات السريعه، يا ريت ان احنا نقتصر المشاكل مع العائلة، وان احنا نقدر نقعد معاهم ونفهمهم احنا عايزين ايه، يعني تفاهموا مع بعض هيكون افضل بكتير. ده مسبب لكم مشاكل نفسية، صحة نفسية متأثرة شوية، مسبب لكم ارهاق، مسبب لكم ان انتوا مش عارفين تعملوا ايه، انتوا اتخنقتوا، حاجات زي كده. فعلينا ان احنا نبعد ده عن دماغنا خالص، نحاول ان احنا نقتصر ده تماما لانه هيتعبنا زيادة. كمان ان احنا من خلال الصحة النفسية ان احنا ما نخليش التوتر والقلق يمتلكنا، بالعكس نخلينا عندنا طموح، خروج، نتفسح، نخرج، الحاجات دي هتخلينا نكون احسن بكتير عن الفترة اللي فاتت. اما من الصحة الجسدية هيكون تعب وارهاق، بيبقى عندنا نوم، بنهرب للنوم، بنهرب ان احنا ممكن نكون قاعدين لوحدنا، بنتجنب ان احنا نقعد لوحدنا كتير فترة كتير، فدي مشكلة في حد ذاتها، علاجها مهم جدا جدا، ان احنا لازم يعني نكون مرتبطين بالعائلة اكتر، نخرج نتفسح، نقابل اصحابنا الجداد دول، ندمج نفسينا عاطفيا، ما بلاش ان احنا نشك في الشريك كتير، حاجات كتير هنقولها في الانذارات اسمعوها، لان الفيديو ده هيكون مهم جدا. يمكن انا نفسي بعشق الفيديوهات بتاعت الانذارات اكتر كمان من التوقعات، لان هي بتبقى مهمة بالنسبة لي اكتر يعني. طبعا بشكركم جدا وبعتذر ان انا طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.